أشهد أن لا إله إلا فضيلة سماحة الشيخ، السؤال من فرنسا يقول: هل يجوز الإعلان بصلاة الجنازة على أحد ليزداد عدد المصلين؟ لأن في فرنسا يصلى على الميت في الأغلب في المستشفيات، فلا أحد يدري عنه، فنحن قمنا بإنشاء موقع للإعلان عن الصلوات لصلاة الجنازة، فهل ذلك جائز أم لا؟ هذا طيب، الإعلان عن وفاة المسلم من أجل أن الناس يجتمعون للصلاة عليه والدعاء له، هذا غرض طيب وهدف النبي، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي يوم موته، يعني أخبر عن موت النجاشي وخرج بأصحابه صلى عليه هو وأصحابه صلاة الغائب. نعم. كل من